السلام عليكم لي ديزات، كيف حالكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة سيدي بلعباس، الساعة تشير راه 8 صباحا، الطقس راه مغيم، الجو راه فريمون شباب ما شاء الله، الطقس ان شاء الله غايت، اللهم غيتنا غايتا نافعه. نرانا في بورتيان لي ديزاب في لاشتير، حي الساقيه الحمراء وواد الذهب، لو سير كارتي اللي فيه عندها ثلاثه تاع الاسماوات. في بورتيان، في بورتيان عزيز عليا بالبزاف، هنا وين كبرنا، وين طلعنا، وين لعبنا، وين فوتنا الصغر تاعنا، وين قرينا، وين كبرنا. هذا هو الحي اللي ربانا، في بورتيان فاطمه الروس، ايوا عبد الله مولا كريم، هذه ما كانتش هنا، كانت لتحتها طرقة لمسان في لاشتير صباحا. اليوم رانا لو 25، لو 25 مي، اليوم لو ساندي، بون ويكاند لي دي زاد، تاو عندنا اللي معانا هنايا، بون ويكاند لي دي زاد المتغربين. عمي الشريف، ايوا في بورتيان، سمحوا لي نقطعت لا فيديو باسكو لا ميموار اللي تي ساتوري. انا عندي لي فيديو تاع مدينه اخرى، الو جي سيبريمي باش نقعد نفيميكم شويه. دخول شي صباحا، قربنا للمرشي بكري، مرشي هنا كان ناشط وكانت فيه الخدمة. المرشي هنا سيفيني، مات المرشي، راح مع مواليه. لا لي ديزاد، رانا غاديين اليوم كندير امتي تور نتصبح بكرا، مراش يجيني الرقاد والله العظيم، مالقري كل البارح خدمت وعييت ومنا وكذا وكلش، و ما راهش يجيني الرقاد، على راني نوض بكري، قعدت في بلاصتي صليت من 6:30 تاع الصباح وانا نايض. ومن بعد خممت قلت نطلع ندير امتي تور، ما راني ندير والو وندير دوره. اليوم السبت، على بالي بلي كاين صوب تاع المواشي في سيدي الحسن، يديروا كل السبت في هنا في بلعباس، يديروا كل ربعة، وفي سيدي الحسن ثاني راك في بلعباس، في سيدي الحسن ثاني كيديروا كل السبت. الور قلت ندير دورة وانتم راكم معايا، بعد نشوفوا معنا في بروفيتي، ومشي بعيدة بزاف، عندي بعد لك واحد ال 9 مينوت ولا تكون نركبو هنا في الطاكسيات، كاين طاكسيات هنايا سيدي الحسن ماشي بعيد على بلعباس، كاع واحد 3 كيلو ولا ميم با. اوكي نزلو في سيدي الحسن، غادا نتقاو في سيدي الحسن اليوم، ندير لكم فيديو من سيدي الحسن هاكاك، سافا فو فيغ بليزير المتغربين، خوتنا الناس الغربة اللي راهم متوحشين سيدي الحسن. نشوفو، وهي على بالي زعما سي لا ميم شوز كي مولا عبد القا كي سيدي الحسن، مي معليش حنا هاكاك باش نديرو امتي تور، نجيبو ديك سويعه ولا ونعاود نولي يكون توفيق نايض، وكلش نطلعو نديرو لي كورس تاوعنا. المهم راكم معانا تولي جو كيما من ظهري كيما العاده يا دادا. الطقس راه شباب اليوم، صباح الخير حناف، حافظك حناف، حافظك.
رشيد انا حنفس على جارك. رشيد المانيا سمع على رشيد، كل ما فوت منها تفكرك رشيد. وهذا الحوانيت اللي هنايا، هذا الحوانيت اللي في وين كان اصيل بكري، هادو غادي ينقلعو غادي يديرو ان سونت كوميرسيال ان شاء الله، يجي شباب ويعطي كيما قال لك طبعه جديده للحي فوبورتير ومدينه سيدي بن عباس باذن الله. فريمون شباب درتها لكم خطره في الفيسبوك وبارطاجيت معكم لا فيديو اللي كانوا هادي فاشي فريمون شباب مع جاي على جاي او سونتر فيل فوبور سيرك سونتر فيل والترام تيرمينيس تاع الترام. فريمون غادي يحيي هاد البلاصه هنايا، راه غادي يحييها ان شاء الله باذن الله. لاجونس فوبور فيير الو غادي غير يتهدموا هادو الوريان ديجا ما غادي يجي فريمون طاطك سونت كوميرسيال وعليه الكلام كيما قال لك شي يبيع لك 10 ياورت ب 10000 وكيلو تشينا ب 5000 فهمت. ان سونتر كوميرسيال او موان تدخل الانسان يدخل في ان سونتر دو لوازير ناس وين تروح دور تشوف تريح تاكل مع وليداتها وين يلعبوا شويه وليداتها فهمت. بلان دو ماغازان اي وي وصلنا لاجونس. انا ماشي بعيد عليا لاجونس، شوف انا نسكن في بلاصه قريبه لي كلشي، قريبه لي لاجونس لوبيتال سونتر فيل ساراني في سونتر فيل في لشبيره كايا دي سول والله نتقاهم ان شاء الله في سيدي الحسن باذن الله. انا وصلنا لاجونس منا في لاش كارطون هاد الجهة منا كاع فيلاش كارطون ها لاجونس هنايا هما طاكسي تاع سيدي الحسن. أنا نلقى على سيدي لايشن، سيدي لايشن نسلم على هدي لافامي هدي بالبزاف خويا محمد تحياتي خويا محمد ليزون محمد تاكسيات في البلاصة سيدي الحسن الله يركب راه انا في سيدي لايشن مسجد الامير عبد القادر غادي نضربو دوره ابو خفاف وراكم معايا. سيدي الحسن بكري كنا جوها ابي فوتين اللي كنا صغار، اللي كنا صغار اصاحبي لا جوناس والصحه ايوا انا كنا جوها ابي نقعوا التوت مع الطريق سيدي راه بدا لي بوك في حصراه الوقت الزين. سيدي الحسن صباحا
كاين موفيو فيلاج، حنا شفنا صرا لهم فيلاج. قولوا لنا وليدات سيدي الحسن، سلموا عليكم لهذا المنبر، نبغيها بالبزاف انا سيدي الحسن، والله عزيزه عليا سيدي الحسن. سيدي الحسن ماشي بعيده بزاف على بن عباس، كنا بكري نقربو طريق بوسن، كان عندنا السونطروا بكري، كنا نجوع بالسونطروا والله. فوق المواشي نورمالمون مور هادو لي باتيمون هادو هنا. يديروا كل سبت يديروا السوق تاع المواشي هنايا سيدي الحسن. شت الحوت تاني لو كي نولو توطالا غنا نضربو طلا. السوق نورمالمون منا وين تلقى الواطا بزاف هنغاريين وكلش عارف بلي كاين السوق. قلت لكم لابيبار اللي كانوا يسكنوا في حي فوبورتي راهم يسكنوا في سيدي الحسن، خاطش علاش هنا سي موان شير سكنا هنا. كاين اللي بغى كيما نقولوا حنا يزيد يكبر، فهمت العفسه كيفاه، يشري في سيدي الحسن. ها هو السوق نورمالمون هنايا على المواشي. في تربو خفيف شوفوا